بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله رب العالمين ده آخر فيديوهات محتوى شهر 8، وبكده نكون قدمنا المحتوى وقدمنا عليه حاجات زيادة ما كناش اتفقنا عليها لكن ضفناها في الموضوع. بأمر الله رب العالمين كده انتهى محتوى شهر 8. بداية من بكرة إن شاء الله رب العالمين هنبدأ نشرح في شهر 9. الجدول هيكون موجود النهاردة بالليل قبل الساعة 12 على جروب التليجرام، والناس اللي اشتركوا في شهر 9 طبعا هضيفهم في الجروب الجديد. طيب، فاللي حابب ينضم لينا يلحق ينضم، يعني يشترك معانا عشان نضيف في الجروب الجديد ان شاء الله. واكرر لحضرتك لو عندك اي مشكله تواصل معايا فون، اتصل بيا اتصال، ما تبعتش رساله وتسيبها وخلاص، لاني ممكن ما اخدش بالي من الرساله من الرسائل الكتير، فحضرتك ممكن تكلمني فون في اي لحظه وانا برد على كل المكالمات. الاسئله اللي هنحلها مع بعض يا شباب انا جمعتها من كتابين اتنين، وانا متعمد ان اجمعها من اكتر من مكان. الكتاب الاولاني من كتاب بيت باي بيت، مجموعه اسئله كده من كتاب بيت باي بيت محترمه على ازمنه المضارع والماضي مختلفه، ومجموعة أسئلة تانية من كتاب توب ستودنتس. أنا هدفي في الموضوع ده إن أفرجك على الكتابين دول وأفكار الكتب بتكون عاملة إزاي، وده اللي هنعمله إن شاء الله رب العالمين على مدار السنة. هنصور أسئلة من الكتب المختلفة ونحلها مع بعض، وده اللي عملناه السنة اللي فاتت برضه أكيد. أول سؤال بيقول I telephoned the police I had seen the accident. أنا اتصلت بالبوليس، أنا شفت الحادثة. أكيد أنت من غير ما تبص على اختيارات أنت عايز تقول أنا اتصلت بالبوليس بعد أن رأيت الحادث. كلمة تلو أنتيل دول معناهم حتى، الاثنين دول معناها حتى. before معناها قبل، after that يعني بعد ذلك. طب after يعني بعد، وانت عايز تقول بعد. طب انا مستر عايز استخدم كلمة after that، اعملها ازاي؟ هتروح قايل لي I had seen the accident، يعني انا شفت الحادثة. after that بعد ذلك I telephoned the police. انا عايزك تفهم ان كلمة after that بتساوي before، تمام؟ طيب رقم اتنين، بس في ملحوظه برضو بالمناسبه من احنا بنراجع يعني مع بعض في القاعده، ايه الفرق بين بيفور وافتر ذات؟ هروح على السبوره واقول لك. احنا متفقين يا شباب ان كلمه بيفور وكلمه افتر ذات الاثنين بيساووا بعضهم، مفيش اختلاف في كده ابدا ولا في اي مشكله. عايزك تعرف بس ان كلمه افتر ذات لازم بعدها جمله سليمه، لكن كلمه بيفور اللي بتساويها ممكن نجيب بعدها جمله سليمه وممكن نجيب الفعل مرفوع على ان جي. على سبيل المثال اي هاد سين علي، انا شفت علي. before I slept قبل ما نام. لاحظ ان before جبنا بعدها جمله سليمه، وممكن اقول لك before sleeping قبل النوم. مع before ينفع الاحتمالين دول. طب انا عايز استخدم بدل before كلمه after that، ما ينفعش غير انك تقول after. طبعا هتقول I had seen علي after that I slept، لازم جمله سليمه. طيب في جملتنا بقى رقم اتنين، we a good time and discussing the new project as well. لاحظ انك قلت لي اند وجبت لي بعدها الفعل مضاف له ing، وانت عارف ان لما يكون في اند وبعدها ing فلازم اللي قبلها برضه يكون مضاف له ing، يبقى we were having، كنا بنقضي وقت جيد ونناقش بعض القضايا. we near supermarket before we moved to this house، قبل ما ننتقل لهذا المنزل. احنا خد بالك moved ماضي، فما ينفعش افكر في have been living ده مضارع تام، ولا are living ده مضارع مستمر، ولا have lived اللي مضارع تام، لان الجمله اصلا بعد before ماضي، فاللي قبلها لازم يكون ماضي، فعشان كده lived. احنا عشنا جنب السوبر ماركت قبل ما ننتقل. she gave it to me، هي اعطتني ذلك الشيء. انا كنت اقرا الجريده، بينما انا كنت اقرا الجريده، بينما دي اللي هي while. while بيجي بعدها ماضي مستمر او فعل مضاف له ing. after دي ما ينفعش مع المستمر اطلاقا. during ما ينفعش نجيب بعدها جمله سليمه ابدا، بنجيب بعدها اسم بس، during the match، during the film، during the meeting، وهكذا. I hadn't read any of his books before I not. أنا ما قرأتش ولا كتاب من كتبه قبل ما أنا هذا الكتاب، قبل ما أنا أقرأ هذا الكتاب، أو قبل ما قرأت هذا الكتاب. لاحظ إن before قبلها ماضي تام، يعني حدث أولاني، فأنت عايز هنا حدث تاني. الحدث التاني بيكون ماضي بسيط، فعشان كده ناخد read. I was reading a book when you، أنا كنت بقرأ كتاب لما أنت اتصلت بي، اتصل ماضي بسيط. ثانيا أنت عارف إن when قبلها ماضي، فاللي بعدها لازم يكون ماضي. طيب اللي بعد كده رقم 7، famous writer wrote this book a year. طبعا انت عارف ان في مصطلح كده او في تركيبه كده انت تبقى حافظها، اللي هي a day ago، a month ago، a year ago، a week ago، ودي كلمه داله على ماضي بسيط، عشان كده قال لك wrote ماضي بسيط، فعشان كده طبعا هنقول a year ago. طيب I sat down and not my work. لاحظ يا مستر ان انت قلت لي كلمه and اللي قبلها واللي بعدها ماضي، اللي قبلها واللي بعدها مضارع، اللي قبلها واللي بعدها نفس الزمن، فساد داون ماضي بسيط، فاللي بعدها ماضي بسيط، يبقى ديد. حتى بالعربي انت بتقول انا جلست وقمت بعمل واجبي او عملت واجبي.
I returned home when mother not lunch. أنا رجعت البيت لما أمي كانت بتجهز الغداء. كان يعد أو كان يجهز يبقى was preparing. لاحظ إن الأم كانت مستمرة في إعداد الطعام. أنت أتيت فالحرس الأولاني وقف بسبب الحارس الثاني. As soon as I know the story أوعى تجري في الدنيا وتقول as soon as بيجي بعدها ماضي تام وبعدين ماضي بسيط والقصة دي ما تعملهاش غير لما تشوف زمن الجملة الثانية الأول. زمن الجملة الثانية ماضي فالأولانية هنا لازم برضه هيكون ماضي. فأنت بتقول بمجرد ما أنا خلصت القصة أنا بدأت القصة الثانية. خلصت القصة الأول وبدأت في الثانية يعني خلصت الأول حرس أولاني فناخد ماضي تام اللي هي had finished. وأنا ليه بحذرك وأقول لك أوعى تجري وتختار من غير ما تفكر؟ لأن حضرتك عارف إن إحنا ممكن نستخدم في جملة من الجمل أقول لك as soon as I come بمجرد ما آتي I will phone you أنا هتصل بك ساعة ما أرجع على طول. أدي as soon as جبنا بعدها مضارع فالناحية التانية ما ينفعش نستخدم ماضي. طيب بعد كده رقم 11 while I was finishing one story بينما كنت أنتهي من قصة أنا كنت أخطط. كان يفعل دي ماضي مستمر يبقى was where I ing يبقى was planning. When I was 7 أيام ما كان عندي 7 سنين أنا كتبت قصيدة which a prize أنا كتبت قصيدة التي فازت. فاز زمانها ماضي. طيب ده مضارع تام ما تنفعش. وده ماضي تام. هو إيه اللي حصل الأول؟ هو الطبيعي إن أنا كتبت القصيدة الأول وبعدين القصيدة رقم 2 فازت يبقى الفوز ده حدث تاني فأنا عايز ماضي بسيط اللي هي 1. طب ليه ما ناخدش had 1؟ أنت عارف لو أنت قلت لي I had it had 1 أو which had one معناها إن هي فازت الأول وبعدين أنت كتبتها وطبعا ده مش منطق. I first wrote stories and poems when I أول مرة كتبت فيها قصص وقصائد عندما أنا كنت في مرحلة ابتدائية. انتبه معايا للتركيبة اللي هقولك عليها دي عشان دي حاجة مهمة جدا 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 عايزك تعرف عايزك تعرف الملحوظة دي وتحطها في ذهنك كده عشان نخلص من الموضوع ده وما يجيش كل شوية تقف عليها. عايزك تعرف إن كلمة while مثلا لما أقولك while I was reading مثلا دي معناها بينما كنت اقرا while وفاعل was were الفاعل ضف الاي ان جي. طب لما تقول لي while not at school عايز تقول بينما كنت في المدرسه while I not at school يا ترى I was at school ولا I was being at school. احفظ دي احفظ دي عني. لما نستخدم was او were ونجيب بعدها الفعل مضاف الاي ان جي لازم ده يكون فعل ما يكونش verb to be. يعني was reading was eating was sleeping was coming. طب لو انت قلت لي was aware وجبت لي بعدها being مستر هنا مفيش غير احتمال واحد بس اللي يبقى صح والباقيين كلهم غلط. لو انت جبت لي was being والpast participle يعني مثلا تقول لي السياره مثلا was being السياره كانت تغسل يبقى was being washed كده الجمله مظبوطه. طب لو انت قلت لي was being upset مثلا upset يعني منزعج بمعنى كان منزعجا دي كده غلط. ليه؟ احفظ كده وركز was aware و being والتصريف الثالث يبقى صح was aware و being واسم او صفه او ظرف يبقى غلط. يبقى ما ينفعش كده نكتب was aware زائد being زائد اسم او صفه او ظرف الثلاثه دول كده غلط وما ينفعش نعملهم في الانجليزي اطلاقا. نرجع لجملتنا اقول لك I first when I not at primary school عندما انا كنت في المدرسة. كنت يا ترى طبعا ده ماضي هنا كتبته ماضي فما ينفعش نفكر في مضارع تام ولا مضارع بسيط. يا ترى نقول was being ولا was؟ انت قلت لي was being لازم يكون بعدها past participle ويبقى كده والا يبقى غلط. طب انا قدامي في الجملة at primary school هو ده تصريف ثالث؟ لا يبقى ما ينفعش ناخد was being فناخد was بس. I return home until I had finished الا لما خلصت شغلي يعني خلصت الاول وبعدين رجعت تاني رجعت على البيت فالرجوع ده حدث تاني فماضي بسيط. طبعا won't مستقبل don't مضارع باقي معاك wasn't و didn't. عايزك تفهم ان wasn't بيجي بعدها الباست participle لما نقول wasn't taken يعني لم يؤخذ ماضي بسيط منفي لكنه مبني مجهول. طب didn't والمصدر ماضي بسيط مبني للمعلوم فانت بتقول I didn't return home يعني انا لم اعد للمنزل. 15 I once the newspaper every day now I don't have the time انا زمان كنت بقرا كل يوم دلوقتي ما عادش عندي وقت. يبقى انت كنت متعود تعمل حاجه وبطلت. انت اكيد فاكر كويس انك لو قلت لي used to والفعل في المصدر دي كان متعود يعمل حاجه وبطل يعملها. لكن لو قلت لي be used to وجبنا بعدها الفعل مضاف له ing كان متعود يعمل حاجه ولسه بيعملها مستمر. انت هنا في الجمله بتقول لي انا ما بقتش بعمل كده يبقى انت عايز used to المصدر يبقى I once used to read. As soon as we arrived at school the first lesson ساعة ما احنا وصلنا المدرسة الحصة الأولانية بدأت فاحنا وصلنا الأول وبعدين الحصة بدأت بداية الحصة حدث تاني يبقى انت عايز ماضي بسيط اللي هو started.
طيب I not seen the film before I read the book. خد بالك before يعني قبل ما قرأت الكتاب، أنا بالفعل كنت شفت الفيلم، فمعنى كده أنك أنت شفت الفيلم الأول وبعد كده قرأت الكتاب، فرؤية الفيلم ده حدث أولاني فماضي تام، يبقى had already seen. What not when I called you، ماذا عندما اتصلت بك أنت كنت تبدو منشغلا، أكيد ماذا كنت تفعل، عايزك تفهم لما تجيب كنت تفعل، كنت تأكل، كنت تشرب، يبقى ده ماضي مستمر. يبقى what were you doing. طب يا مستر ما أنا قدامي were doing أهي، هقول لك بص ركز معايا، أنت عشان تسأل سؤال فالطبيعي أنك أنت بتستخدم أداة الاستفهام اللي هي what، وبعدين الفعل المساعد اللي هي وير، وبعد الفعل المساعد بنجيب الفاعل، وبعدين بعد كده بنجيب الفعل المضاف له ing. لازم التركيبه دي تبقى موجوده قدامك بالمنظر ده بالترتيب ده، اداه استفهام فعل مساعد وبعدين الفاعل وبعدين في الاخر خالص فعل. فانت هنا عملت نفس القصه. I know at my own computer for 3 years before. بص معايا يا مستر، انت قلت لي قبل كده، تعالى نفهم الحته دي برضو، انا بحاول كل ما نيجي عند نقطه اوضحها لك عشان تفهمها، بس يا ريت ما تزهقش. يعني عايزك تفهم انك لما يكون في الجمله كلمه فور ومعانا بعدها بي فور او فور وبعدها وين وبعد كده فعل، حلو، اعرف ان في الحاله دي اعرف ان في الحاله دي كده هستخدم تام مستمر. طب يا ترى مضارع ولا ماضي؟ على بص الحته اللي هكتبها لك دي، على حسب الفعل ده اللي هو ده. يعني مثلا لما تقول I not TV for an hour before، يعني قبل you arrived. Arrived. ركز انا معايا في الجمله فور ومعايا في نفس الجمله بيفور، فانا قلت لنفسي ده تام مستمر. طب ماضي ولا مضارع يا عم؟ على حسب الفعل اللي بعد بفور او اللي بعد بفور بيفور وين. الفعل اللي بعد بفور arrived ماضي، يبقى انا كده هستخدم هنا ماضي تام مستمر اللي هو had been، والفعل مضاف له ing يبقى had been watching. طيب ارجع لجملتك، انت بتقول لي هنا فور 3 years before، يبقى ده انا كده فهمت ان هو تام مستمر. تمام، وبعدين كمل بقى anything went wrong، يبقى ماضي، انا قلت لنفسي ماضي تام مستمر، حلو الكلام. طيب ارجع بقى تاني كده اما اكمل الملحوظه، بس لازم بس بشرط يكون من الافعال التي تاتي في المستمر، لان في افعال اصلا ما تجيش مستمر. يعني ما ينفعش مثلا فعل هاف يمتلك تيجي مستمر، كلمه سينك يعتقد ما ينفعش تيجي مستمر، كلمه نو يعرف ما ينفعش تيجي مستمر. طب اي نوت سامي فور 2-3 years before he comes to Egypt. انا عارف سامي بقى لي 3 سنين من قبل ما يجي مصر. يا ترى هنا هنقول has known ولا had known، has been knowing ولا had been knowing، يعني مضارع تام ومستمر وماضي تام مستمر وكده. انت مستر والله قدامك فور ومعاك في نفس الجمله بيفور، فانت قلت لنفسك تام مستمر. طب الفعل اللي بعدهم comes زمن ومضارع، يبقى مضارع تام مستمر، حلو. رحنا نختار لان الجمله فيها كلمه نو، واحنا متفقين ان الكلمات دي ما تجيش مستمر، يبقى خلاص اللي ما ينفعش يجي مضارع تام مستمر ناخد له مضارع تام، فناخد has known. نفس القصه دي هتعملها هنا، انا قدامي فور وبيفور، فقلت لنفسي والله يا صديقي كده ده تام مستمر، حلو، بس بشرط يكون الفعل من الافعال اللي تيجي مستمر. رحنا لان الراجل جاي في اختيار كلمه يمتلك هاف، يبقى ما تجيش مستمر، فما ينفعش ناخد مضارع تام مستمر، هناخد مضارع تام. وايل شي، وايل لازم بعدها فاعل وبعدين ووز وير واي ان جي، يبقى وايل شي ووز دوينج. طب يا مستر افرض ما فيش بعد وايل فعل مضاف له اي ان جي، ينفع نستخدم ووز بينج؟ هقول لك لا. اي تو ذا ميوزيوم ان كذا. قبل ما احل الجمله دي تعالى نفتكر مع بعض ثلاث او اربع تركيبات مع بعضنا كده مهمين. لما تقول لي ان 2005 باي 2005 ان وسنس كمان بالمره 2005، لما تختار ان يبقى تستخدم ان، يبقى ده زمن ماضي بسيط، لما تستخدم ان يبقى ماضي بسيط. طب لو باي يبقى ده ماضي تام، طب لو سنس يبقى ده مضارع تام. طب اي نوت ان لندن باي 2004 مثلا، والله في باي يبقى ده هنا هستخدم ماضي تام، يبقى هو هاد موفد يعني انتقلت، يا سلام خليها تو بقى، اي هاد موفد تو لندن. طب اي نوت تو لندن ان 2005، والله في ان يبقى ده ماضي بسيط، يبقى هنا نقول موفد وهكذا. طيب فانت جملتك اللي قدامك ان يبقى ده ماضي بسيط، يبقى اي ونت. 22 in 2010 my parents سنة 2010، نفس القصة اهو، يبقى ده ماضي بسيط، يبقى in 2010 my parents lived. yesterday evening امبارح بالليل احنا للامتحان عندما الكهرباء انقطعت، يبقى احنا كنا نراجع، يبقى we were revising. my mother made me a cake، امي عملت لي كيكة، والتي كان طعمها بالليمون.
خد بالك هنا هتستخدم تيستد. طب ليه ما ينفعش ووز تيستنج؟ بص معايا اما اديك الفكره دي. لو انت كلمه تيست وكلمه سميل، كلمه تيست معناها يتذوق كفعل ومعناها طعمه، طعمه كاسم. سميل معناها يشم ومعناها رائحته. الكلمات اللي زي دي لو انت هتستخدمها بمعنى يتذوق او يشم تنفع مستمر، لو هتستخدمها بمعنى طعمه او رائحته لا تنفع مستمر. بمعنى I bought a rose، انا اشتريت وردة، which not bad. يا ترى هنا هنقول smelled ولا was smelling؟ انا ما ينفعش اختار غير لما ترجم. انا اشتريت وردة التي كانت رائحتها، خد بالك انت بتقول ايه رائحتها، يبقى انت بتتكلم عليها كاسم، يبقى ما ينفعش ناخد مستمر فنقول smelled. نفس الجمله هنا انت بتقول لي الدنيا كانت، بتقول لي امي عملت كيكه التي كان طعمها tasted. طب انا كنت بتذوق الكيكه اللي امي عملتها، فاقول لك I was tasting my mother's cake، دي معناها كنت اتذوق، يتذوق فعل. It was dark when we reached the beach، الدنيا كانت ضلمه لما وصلنا الشاطئ، اصل الشمس كانت غربت، فالشمس غربت الاول وبعدين الدنيا اصبحت ظلام، يبقى ده حدث اولاني، فانا عايز ما يتم اللي هو had gone. After Mona had played the piano، بعد ما منى لعبت البيانو هي ساعدت اختها، فهي لعبت الاول وبعدين ساعدت، فالحدث تاني ماضي بسيط يبقى helped. They to spend the feast with us every year until we moved، هم اتعودوا يقضوا معانا الاجازه كل سنه لحد ما احنا مشينا وسبناهم. فتلو انتل بعدها ماضي، اللي قبلها ماضي برضو. طب ينفع ناخد ار يوزد؟ لا، ار يوزد لازم بعدها تو والفعل مضاف له ان جي. طب وير يوزد؟ برضو تو والفعل مضاف له ان جي. طب يوزد تو المصدر، يبقى ناخد دي عشان في بعدها تو المصدر، ومعناها ان هو كان بيعمل حاجه وبطل، ما هم من ساعه ما احنا مشينا بطلوا، يبقى زي يوزد تو سبند. Seeing the road accident the motorists drove more carefully، رؤية الحادثة السواقين بدأوا يمشوا بالراحة، أكيد بعد رؤية الحادثة، يبقى on. On seeing يعني بعد رؤية، والجملة دي احنا ممكن نحرفها ونعملها بشكل مختلف عن كده ويبقى شكلها كالتالي. أكتبها لك الأول. ممكن أقول لك في الجملة دي حتة تانية، أقول لك بقى نفس القصة برضه، هتبقى not وبعدين seeing the accident the motorists drove، ركز بقى في الحته دي، carelessly. هنا ما ينفعش نستخدم غير despite. طب معناها ايه الجمله؟ برغم رؤيه الحادثه السواقين كانوا بيمشوا برضو باهمال، بالرغم ان هم شافوا الحادثه، ده المعنى المقصود في القصه دي. طيب نيجي بعد كده على الجمله اللي رقم 29، بقول لك my no sooner. no sooner دي بنجيب بعدها فعل مساعد الاول، وبعد فعل مساعد الاول وبعد الفعل المساعد بنجيب الفاعل. طيب انا عايزك تعمل ايه بقى يا شاطر كده؟ هتنزل على كل اختيار من دول تبعد اللي مش بادئه بالفعل المساعد. دي بادئه بالفعل فما تنفعش، دي بادئه بالفاعل ما تنفعش، انا عايز اللي بادئه بهاد او اللي بادئه بدو. بس دو وي هيرد ما تنفعش لان دو فاعل مصدر، فدي كده كده باظت، يبقى الجمله اصبحت هاد وي هيرد. طب يا مصدر افرض هو يا مستر كاتب لي هنا دو وي هير، ناخدها؟ برضه ما ناخدهاش. طب ليه؟ لان نسونر جايب لك معناها راشد، معاها ماضي، الماضي مع ماضي على طول. After the house painted، بعد المنزل ما دهن، ده هو الدهن الاول وبعدين احنا فرشناه بالاساس بعد كده، فده حدث اولاني. طب لو معلوم يبقى هاد وتصريف التالت، لو مجهول هاد بين، وانت بتقول بعد المنزل ما لون دهن يبقى هاد بين painted. طيب بعد كده رقم 31، while I not home I saw some of my friends، while بعدها ماضي مستمر يبقى while I was walking. the glass window، ازاز الشباك، عندما الولد ضربه او خبطه بالكوره، ازاز الشباك كوسيرا، كوسيرا دي ماضي بسيط حلو مبني للمجهول اللي هو ووز بروكن. طيب ليه ما ناخدش هاد بروكن؟ هاد بروكن يعني كسارة. as my mother was exhausted، لان امي كانت تعبانه، she fell asleep، نامت، while لازم بعدها ان جي يبقى while watching TV او while she was watching TV، يعني لو كان في شيء كنا خدنا دي. نوها فوند مي while the dinner، نوها اتصلت بيا بينما العشاء كان يعد او يجهز، يبقى was were being، والتصريف الثالث لان ده مجهول يبقى was being cooked. منى didn't send the message to her father until she not it، منى ما بعتتش الرساله لباباها الا لما هي تاكدت منها، هي تاكدت الاول وبعدين بعتت، التاكد ده حدث اولاني يبقى وان تام، يبقى had made sure. احمد's car was hit by a driver، احمد عربيه احمد خبطت او صدمت بالسياره او بالقائد يعني الذي كان
يقود، يبقى ده ماضي مستمر، يبقى was driving. 37 finished my work I went home، انتهيت من عملي ذهبت للمنزل، يبقى اكيد بعد ان. والله بعد ان انتهيت دي يا مستر، فانا ممكن اقول after finishing، after finishing، لكن دي مش finishing. after finishing او after I had finished on finishing او having finished، يبقى انا عايز اخد having، لان having بيجي بعدها past participle. I occur accident while coming to school، انا رأيت حادثا وانا ذاهب للمنزل. رأيت ماضي يبقى I saw. as soon as the police arrested، بمجرد ما البوليس وصل الحرامي، بمجرد ما البوليس قبض على الحرامي يعني they not him، يبقى ايه اللي حصل؟ البوليس قبض على الحرامي الاول وبعدين اخذوه للسجن، الاخذ ده حدث تاني، يبقى they took. طيب الجملة الوحدة التانية برضو اسئلة على زمن المضارع التام والماضي البسيط نفس التركيب. عادل hasn't contacted me since he كايرو، والله hasn't contacted دي مضارع تام وسنس في النص، وانا عارف ان سنس قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط، يبقى ناخد ماضي بسيط اللي هو ليفت. ركز معايا، ده على المضارع التام اللي احنا كنا حالين عليه قبل كده 107 تقريبا جمله، بس دي اسئله قلت احلها معاك. I have not been to the zoo before، انا ما روحتش، لم اذهب قبل ذلك، يبقى ده معنى منفي فنيفر. My cousin abroad since his childhood، he doesn't want to come back to Egypt، ابن عمي خارج البلاد من ايام طفولته، هو ما بيفكرش يرجع تاني بلده، يبقى كده ذهب ولم يعد، يبقى has gone او has lived اللي هي رقم سي. ده مش gone، ده has lived. عموما يعني بيقول لك ان احنا عندنا since، وsince بيجي قبلها مضارع تام، يبقى ناخد has lived. بلال is not here، بلال مش موجود. he has not، هو مش موجود يعني ذهب لمكان ولم يعد منه، يبقى has gone اللي هي has gone رقم A. عمر not the book that your my cousin recommended، يا عمر، عمر هو انت قرأت الكتاب؟ هل قرأت؟ يبقى ده سؤال، يبقى have you ever، فين have you ever اللي هي رقم C، او have you read، have you read او have you ever read، طبعا لو عايزين ever و never يعني. I busy since، عايز قبلها مضارع تام، يبقى I have been اللي هي رقم C، have و has والتصريف التالت. طيب دي have had، احنا عايزين have been، have been. اللي رقم B. You have been busy، انت كنت مشغول. have been ده مضارع تام، والناحية دي start ماضي بسيط. مين اللي بيجي قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط؟ اكيد دي كلمة since، يبقى since you started. هلا can't play tennis because، والله كان ما بتعرفش تلعب مضارع اهو، لان هي جرحت رجلها. المفروض ان جرحت دي تبقى ماضي بسيط، ولكن كلمة can't لما تكون موجودة بنختار مضارع تام ونترجمه على انه ماضي، يبقى because she has hurt. 9 Basil not hungry because he has eaten. has eaten دي زمانها ايه يا عم؟ مضارع، فاكيد انت كمان هتعوز هنا مضارع. لو انت ركزت في اللي قبلها في كانت رقم 8، كان بيقول لك هلال كان نوت مضارع، فخدنا مضارع. طب هنا has eaten مضارع، فانا عايزين مضارع، يبقى انت تقول Basil is not، يعني ليس جائعا. have you not tried، ده سؤال والسؤال بستخدم في ever، يبقى have you ever tried. my uncle has lived abroad 5 years، والله يا مستر في كلمه مع كلمه years و months و weeks وكده بناخد 4، لان 4 بيجي بعدها المده اللي استغرقها الحدث. طيب بعد كده بيقول لك رضوى doesn't know what flying is like، رضوى ما تعرفش يعني ايه الطيران اصلا. because she، استنى، هو doesn't know زمانها ايه؟ مضارع، فانا عايز برضو هنا مضارع. طيب هي مش عارفه يعني ايه طيران لانها لم تطير قبل ذلك، يبقى have و has وبعدين not وبعدين نكمل، يعني hasn't flown او has never flown بدل not، يبقى انت عايز has never flown رقم A. the plane not I can see it in the sky، انا شايفها في السماء، الطيارة مشيت. كان دي مضارع، فانت عايز مضارع، يبقى has left، ادي has وادي left، وطبعا just مكانها في النص. نوال's younger sister has studied the past tense but، يعني هو اخوها درس الماضي البسيط لكنه ما درسش المضارع التام بعد اللي هي yet. حمدز بالمناسبة كلمة yet لو مش موجودة في الجملة والجملة منفية ممكن نستخدم كلمة lately. حمدز هير از ويت، شعر حمدي مبلل بيكوز هي اشاور، والله هو بيقول لك از يعني الجمله كده مضارع، يعني حاجه لسه حاصله حالا، يبقى مضارع تام، يبقى هاز جاست هاد رقم بي. اي كانت فون ماي بيرنتس بيكوز اي، انا مش عارف اتصل بوالداي لاني انا فقدت هاتفي، ده مضارع، فانت لازم تستخدم هنا برضو مضارع، يبقى هاف لوست. زي هاف ليفد ان لوكسور، استنى، والله هاف ليفد دي مضارع تام، وانت لسه كاتب لي هنا حالا في الصفحه اللي كانت قبل دي
لما يكون معاك مضارع تام فتستخدم since والمدة الزمنية بعدها. يبقى انت هنا مضارع تام فتختار لي هنا since اللي هي رقم A. When have you lived in your house؟ انت عارف ان السؤال في المضارع التام ممكن استخدم حاجة من اللي هقولك عليهم دول. ممكن اول واحدة كده اقولك since when او how long ago، بالمناسبة يعني بس بعدها ماضي بسيط since when وبعدها مضارع تام، او for how long وبعدها برضو مضارع تام. انتبه للتلات صيغ دول. انا قدامي هنا نقط when have you مضارع تام يبقى for how long، دي when since when يبقى since when او for how long. Have you taught English؟ انت بتدرس انجليزي. والله have taught دي مضارع تام، ما ينفعش افكر في ago، ما فيش حاجه اسمها how far، لان how far يعني معناها كم المسافه، و how long have you taught او since when have you taught، يبقى انا هاخد how long عشان have you taught. طبعا عايز اخد since، يبقى اقول since when واقول have you taught. Since he not he hasn't found، ادي المضارع التام موجود معاك، يبقى انت عايز ماضي بسيط اللي هي graduated اللي هي رقم ايه، منذ تخرج. بعد كده have you finished the report not that's excellent، الجملة دي بتعبر عن التعجب، بقول هو انت فعلا خلصت التقرير، مش معقول ابدا، يبقى have you already. طب هو بقول له انجز اتأخرنا والتقرير ده كده هيحبسنا، يبقى yet. I can't lend you any money because I، انا مش هعرف اسلفك فلوس لاني فقدت فلوسي، يبقى I have lost، المضارع التام. طب ليه؟ لان دي مضارع. Have you finished answering the questions not you are very slow، انت بطيء ليه كده، هو انت لسه ما خلصتش، ولسه اللي هي بعد اللي هي yet. طب يا مستر انت قلت لي انا ممكن استخدم كلمه ليتلي بدل يت، خد بالك وركز عشان ما تلخبطش وتبهدل الدنيا في بعضها. احنا ممكن نستخدم كلمه ليتلي بدل يت في جمله النفي. طب في جمله السؤال احنا ما نستخدمش غير مين؟ يت، ما نستخدمش ليتلي. طيب بعد كده something is wrong with my car، something is wrong في حاجه غلط في مش في عربيتي، لذلك انا اخذتها، يبقى so I have taken، بس هو جايب لك هنا it، يبقى ده مضارع تام مبني مجهول، يبقى has been والباست بارتيسيبل has been taken. I my car 14 years now، استنى انت لسه قايل لي حالا، for مع now، يبقى ده تام مستمر، بس بشرط مستمر بشرط ان يكون الفعل من الافعال اللي ينفع تيجي مستمر، والاختيارات فيها كلمه have يمتلك فما ينفعش نستخدمها مستمر، يبقى I have had. The last time، اخر مره انا رحت فيها اسوان كانت عندما انا كان عمري كذا، يبقى when. وهنا الجمله دي اصلا فكرتها في الاتي، انك لما يكون في الجمله قدامك في النص كلمه since فانت بتجيب قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. طب لو معاك في النص when فاللي قبلها ماضي بسيط واللي بعدها برضو ماضي بسيط، ودي فكرة الجملة. I haven't seen him the last month، مضارع تام والناحية التانية طبعا ده مضارع تام، فانا افكر في مضارع تام ما ينفعش when ولا ago، فsince for the last month دي عايزة معاك وقفة شوية. انت ممكن تقول for the last وتجيب بعدها ظرف، for the last week for the last month for the last year. ممكن تجيب كلمة since last وتجيب بعدها اسم، زي ما اقول لك مثلا since last since the last وتجيب بعد اسم، اقول لك since the last meeting مثلا، منذ اخر اجتماع، او انك تجيب since last وبعدها ظرف. يبقى انت عندك for the last وظرف، since the last واسم، since last وظرف. طب ما تيجي نشوف دي كده، بيقول لك هنا the last وجاب لك months اللي هو ظرف، طيب ادي the last وظرف، يبقى انت عايز for فتاخد له هنا for. it's more than 20 years، انا عارف يا مستر وحافظ it's مده زمنيه، since على طول يبقى since. where is حمزه، امال اين حمزه؟ he not just now، هو لسه ماشي حالا، يبقى he has left just now اللي هو فين؟ اللي هي has left اللي هي رقم ايه. For centuries لقرون طويلة الرياح to sail ships استخدمت، استخدم ده مجهول، يبقى has been used. I reading science fiction since I was in primary، والله since عايز قبلها مضارع تام، يبقى have enjoyed اللي هي دي. طب ليه ما نقولش used to enjoy؟ أصل used to enjoy دي زمانها ماضي بسيط وأنت عايز قبل since مضارع تام. خالد is really happy because his grandfather him a new bike، هو بيقول لك هنا ايه is، يبقى ده مضارع، يبقى has bought اللي هي رقم C. I some health problems recently من كلمات المضارع التام، يبقى have had. طب ليه مش have been having؟ لان ما ينفعش كلمه have يمتلك في المستمر. I haven't heard from my friend، انا ما سمعتش ولا كلمه من صديقي the last 4 months، استنى كده انا معايا كده the last
و 4 months اللي هي ظرف، يبقى ناخد 4 the last 4 months اللي هي رقم A. طب ليه؟ لان 4 بنجيب بعدها بداية الحدث. خلصنا الاسئلة اللي في الكتاب بيت باي بيت، ندخل بعد كده على اسئلة كتاب توب ستودنتس. طبعا دي اسئلة برضو معانا من كتاب البيت باي بيت لسه هنحلها بالمرة. I my teacher of English last week. I not him since I left school 30 years ago. الجملة دي في كتاب بيت باي بيت من زمان، وجت في امتحان تجريبي السنة اللي فاتت. عايزك تفهم كده ان انت لما يكون معاك جملة ماضي وبعدين نقطة وبعدين جملة تانية وبعدين فصلة او سنس في النص وبعدين جملة تالتة، انت كده معاك كام جملة؟ تلاتة. ابسطها لك بشكل يعني قد يكون بسيطا شوية. ادي جملة، ادي اتنين، ادي تلاتة. على حسب الزمن الجملة دي بناخد الجملة دي. فان كان دي مضارع فانا هاخد هنا مضارع تام، لو كان ده ماضي فناخد هنا ماضي تام. طب تعال نجرب. I met دي جملة ماضي، وبعدين في هنا في فعل هناخده هنا، وبعدين سنس، وبعدها ماضي بسيط. يبقى الماضي ده هيخليك تستخدم هنا ماضي تام اللي هو hadn't met. عادل has not to many countries but he hasn't visited تركيا. عادل ذهب لدول كثيرة لكنه ما راحش تركيا بعد. اكيد هو راح دولة ورجع منها وراح دولة ورجع منها، يبقى ذهب عادي، يبقى has been to. طب ليه مش visited؟ خد بالك الجملة دي مهمة. visited بتيجي من غير حرف جر، فكان ممكن اقولك عادل has visited من غير to. the last time I last كلمة ده على زمن ماضي بسيط، يبقى انت عايز ماضي بسيط اللي هو it. since when have you been، يبقى have وبعدين you وبعدين been. طب ليه؟ عشان since when ده استفهام فعل مساعد ودي فاعل ودي الفاعل. it not a long time حاجة من الاثنين، يا اما it is يا اما it has been. طبعا لو انت اول مرة تسمع سلطة المضارع التام فاكيد انت تايه توهان ملوش حل. نسمع الفيديو الاول اللي احنا شرحنا في القاعدة وبعدين تشوف الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده. exercise ده بعد كده بقى على حضرتك من كتاب توب ستودنتس. دكتور نهى from university in 2005. والله يا مستر ان وزمن ماضي بسيط يبقى ماضي بسيط، يبقى ناخد graduated. the chicken in the garden when the fox ولا fox hunted it. والله when بيجي بعدها ماضي وقبلها ماضي. الفراخ كانت بتاكل، يبقى the chicken was eating. طبعا chicken دجاجة. I once not hunting but I didn't like the experience. didn't like انا مرة رحت يبقى ماضي بسيط يبقى went. طيب بعد كده soon after the plane took off قريبا يعني على طول بعد ما الطيارة اختلعت. it into the Atlantic Ocean الطيارة اختلعت الاول وبعدين حصل حاجة تانية وقعت. الوقوع ده حدث تاني يبقى fell ماضي بسيط. when علي was playing لما علي كان بيلعب هو وقع وكسر ذراعه. when هنا معناها كلمة when معناها افتر بعد، يعني هو بعد ما لعب كسر دراعه ولا بمجرد ما كان بيلعب كسر، يعني هو لعب وبعدين كسر يعني، ولا قبل ولا وايل؟ لا وايل. اصلا عايزك تفهم ان وين دي ممكن يبقى معناها وايل وممكن يبقى معناها افتر، زي الجملة دي مثلا اللي هتيجي بعد كده في الجمل دي. when I got into the kitchen the cat لما انا ودخلت المطبخ القطة كانت بتشرب، يبقى ده مستمر. اي حاجة تقول في نفسك في ترجمتها كده كان يبقى ده مستمر. as soon as he received his salary بعد ما تسلم المرتب هو دفع، يبقى الدفع ده حدث ثاني يبقى بيت. he wants gymnastics every day but now he has no time هو كان متعود يلعب الجمباز كل يوم، يبقى he wants used to do. طب ليه مش was doing؟ عشان ما ينفعش استخدم once مع ماضي مستمر. ثانيا انت بتقول لي هو كان معتادا، كان معتادا يبقى used to. back home last night I found لما رجعت البيت ليلة امبارح انا لقيت ان الشقة ساكتة صامتة تماما. everyone الناس كلها كانوا ناموا، فالناس ناموا الاول وبعدين حضرتك رجعت ولقيتهم نايمين، يبقى انا تم يبقى had slept. for the meal before I left the restaurant لاحظ كده انت بتقول لي قبل ما اغادر الفندق انا دفعت، يبقى الدفع الاول يبقى I had وتصريف التالت I had paid اللي هي رقم C. him for 10 years when he died in 2000 خد بالك ادي when وبعدها ماضي بسيط، فاللي قبلها برضو لازم يبقى ماضي. فانت المفروض انك تقولي انا عرفته لمدة 10 سنوات عندما هو مات. وانت واخد بالك ان في فور ومعاها وين وفور ومعاها بفور، الاتنين دول بنجيبه تام مستمر، بس بشرط على حسب الفعل هنا يكون ماضي فناخد ماضي تام مستمر، مضارع فناخد مضارع تام مستمر. الشرط التاني ان يكون حدث اصلا فعل اصلا ينفع يجي مستمر. كلمة نو تيجي مستمر لا ما ينفعش، يبقى ناخد هنا ماضي تام اللي هي I had known. تاني كده
انا لقيت في الجمله قدامي فور وبيفور، فقلت لنفسي ده تام مستمر، وهنا دايد يبقى ماضي تام مستمر. نزلت لقيت الفعل اللي هو مستخدمه كلمه نو اللي معناها يعرف، اللي ما ينفعش تيجي مستمر. I said good morning but he didn't hear. هو انا قلت له صباح الخير بس هو ما سمعنيش، اصل هو كان بيزعق يعني كان مستمر في زعق لحد يبقى was shouting. I just left the home او left home when it started. انت لسه قايل لي وين بيجي قبلها ماضي وبعدها ماضي، فالمفروض انك تقولي I had just left. I nearly slept while I the bathroom. انا اتزحلقت بينما انا كنت انظف، يبقى ماضي مستمر يبقى was cleaning. By the time he phoned me، قبل ما هو يتصل بيا انا انا all about the accident كنت عرفت، يعني انا عرفت الاول وبعدين هو اتصل بيا، فالمعرفه حدث اولاني، يبقى had known اللي هي had already known دي. I didn't drive anywhere yesterday، ما رحتش اي مكان امبارح، اصل عربيتي كانت تصلح، مجهول يبقى was being a past participle. Have you heard the police the killer an hour ago؟ هل سمعت البوليس قبض على اللص من بقاله ساعه؟ اجو دي كلمه تدل على زمن ماضي بسيط يبقى arrested. The light went out، النور قطع بمجرد ما الدكتور بص النور قطع while was just as، بينما الدكتور كان يفحصني was examining. لاحظ ان as بتساوي كلمة while بتساوي كلمة just as نفس المعنى. Our house was destroyed، البيت اتدمر في سنة 2000 بسبب الزلزال، لسوء الحظ we not it. Our just building ولا have just built، المهم انت البيت اتدمر في 2000 في سنة 2000، انت بقى كنت بنيت المنزل قبلها، يبقى انت بنيت الاول يبقى had just built. طب ازاي just مع المضارع التام مع الماضي التام؟ ما هو كلمة just تيجي مع المضارع التام والماضي التام. This happened when I not for the race so I stopped training and went to hospital. الموضوع ده حصل عندما انا كنت بتدرب مستمر في التدريب، عشان كده بطلت التدريب ورحت اشوف اللي حصل. She cried out several times while، هي عيطت كتير اثناء not on a camel اثناء ركوبها على الجمل. لاحظ ان while مفيش بعدها فاعل فانت عايز ing. He didn't leave the hospital until he، لم يغادر المستشفى إلا بعد ما هو راجع أو تلقى العلاج. يعني إيه اللي حصل؟ تلقى العلاج الأول وبعدين هو غادر المستشفى، يبقى تلقى العلاج ده حدث أولاني يبقى had received. To London a month ago، أجو دي ماضي بسيط وده سؤال، مفروض نبدأ بكلمة did وفاعل وفعل في الماستر يبقى did you go. طب ليه ما ناخدش have you gone؟ ده مضارع تام ودي مش سؤال أصلا ودي مضارع تام. طيب 24 ذا شوبينج بسمه ريتيرند هوم، بسمه رجعت البيت بعد ان تسوقت، يبقى افتر بسمه هاد دون او افتر دوينج او افتر او هافينج، وتصريف الثالث لو هافينج دون، مفيش في خطط غير هافينج دون. وي ان اكسبيرمنت ان ذا لاب، احنا كنا بنعمل تجربه لما سمعنا انفجار، كنا بنعمل يبقى وي وير دوينج. افتر ذا ماتش اندد، بعد المباراه انتهت، الاستاد هجم عليه بالارهابيين، المباراه انتهت الاول وبعدين تم الهجوم، يبقى انت عايز كده حدث تاني، حدث تاني يبقى وز وير وتصريف التالت يبقى وز التاكد. 27 he imprisoned for 6 months last year he had killed a child in a car accident. he was imprisoned ولا has been ولا had، المهم اللي حصل ايه؟ ان هو قتل طفل الاول وبعد كده رقم 2 سجن، فالسجن حدث تاني يبقى was imprisoned. في 1985 one of the writer's novels an important، بص يا مستر لما تكون في انه زمان ماضي بسيط بعدها فماضي بسيط يبقى when. what you send here yesterday، ده سؤال ماضي بسيط الفعل المساعد مع الماضي البسيط كلمة did يبقى what did you send. when I searched my pocket for my money، لما فتشت المحفظة على الفلوس ادركت ان الفلوس سرقت، فهي سرقت الاول وبعدين انا ادركت يبقى ده حدث اولاني يبقى had been stolen. طب ليه مش had؟ لان ده مبني المجهول. yesterday a mistake and was punished for it، yesterday بالامس هي ارتكبت خطأ، ماضي بسيط عشان yesterday يبقى made. someone painted my office last week، في حد لون المكتب الاسبوع اللي فات. it not painted since كذا، استنى كده انا قدامي since، وادي جمله اهي وادي جمله اهي، يبقى دول ثلاث جمل، الجمله دي زمانها ماضي فلازم اللي بعدها ده برضو يكون ماضي، يبقى hadn't been painted. نهى to have a fear of spiders when she was young، والله when بعدها ماضي فاللي قبلها ماضي، فما ينفعش اخد is خالص، يا اما was used يا اما used يا اما you had used to.
او هاد يوزد. خد بالك انت بتقولي نهى كان عندها فوبيا لما كانت طفله، عايزك تركز في الحته اللي هقولك دي. لما تلاقي جمله يا عم مكتوب فيها when he او she ايا كان was، وتجيب لي بعدها صفه او تجيب لي بعدها عمر، الناحيه دي هنا لازم يكون زمن ماضي بسيط. يعني مثلا اقول لك when I was young او when I was 7، ناخد الماضي بسيط برضو. نفس القصه هنا فهناخد ماضي بسيط اللي هو used to. when I arrived لما وصلت العربيه بتاعتي ايه، so I had to wait كان لازم استنى، يبقى كانت تصلح، يبقى was being repaired. one of my father's friends واحد من اصدقاء ابويا awarded the Nobel Prize in 2000 يبقى ده ماضي بسيط يبقى was. Peter tricks on his sister and make her cry. tricks اللي هي الخدع، يعني بيتر اعتاد ان هو يجعل اخته تبكي. usually please ما تنفعش عشان هنا عشان هنا مصدر، لازم الفعل هنا يكون مصدر and مصدر، يبقى انت هتقول لي حاجه فيها مصدر. طب is used to play، ما هي دي غلط لان am is are used بعدها ing. طب used to play ولا usually played، تعال نشوف بقى. بيتر tricks on his sister and make مصدر، يبقى ما ينفعش ناخد بلايد عشان ده مصدر، يبقى الاجابه اصبحت يوز تو بلاي. وين ذا اكسيدنت توك بليس لما الحادثه حصلت، ذا انجرد باسنجرز الركاب المصابين اوخيزوا، يبقى الحادثه حصلت الاول وبعدين هم اوخذوا بعد كده، يبقى ناخد ماضي بسيط اللي هي وير تيكن. ذا ببلشر didnt لايك ذا اند اوف ذا نوفل، الناشر ما حبش القصه عشان كده هي غيرت، تم تغييرها، يبقى سو ات ووز تشينجد اللي هي رقم ايه. I was dead tired كنت متعب جدا. عندما وصلت الى الشاطئ انا مشيت فترة طويلة، يبقى I had swum. طب had swum زمانها ماضي تام، حدث اولاني، انت سبحت وبعدين تعبت. He left for school after مفيش بعدها فاعل، يبقى having على طول. كويز سريع كده مش كتير، هو تقريبا 16 جملة نحلهم بالمرة عشان يبقى خلصنا. don't not confused طبعا دي ملهاش علاقه بالموضوع، دي get confused ملهاش علاقه بالقاعده، get confused يرتبك. انا برضو مش هحل اسئله كلمات او نحلها بمره، كده كده هي كلمات واستفاده. objects fall to the ground according to the a of gravity، ذا بيقول لك ان الاشياء تقع على او تسقط على الارض بسبب قانون الجاذبيه اللي هو اسمه law of gravity اللي هي رقم بي. he moves in a wheelchair ماشي بالكرسي المتحرك. he seems to be يبدو ان هو شخص معاق، معاق يعني disabled اللي هي رقم دي، خد بالك اخرها ايه دي بس مش ظاهره في الشاشه. ماجد يعقوب has been a worldwide in health او heart surgery، ماجد يعقوب كان رائدا يبقى بايونير، رائد في مجال جراحه القلب، خد بالك اخر كلمه دي expertise. بعد كده close appeal to young people زي لايك هم بيحبوها الشباب، يبقى دي الملابس اللي على الموضه يبقى fashionable. I have got a note that عندي اعتقاد يبقى I have got a belief، طبعا انا بكروت دول لانهم على الكلمات اللي انت اصلا ما خدتهاش. انا عايز القواعد يا جماعه اللي هي دي. What not busy doing when I found you لما انا اتصلت بيك ماذا كنت تفعل، يبقى what were you being busy لا، طب ليه what were you busy doing عشان هنا جايب لي صفه فما ينفعش استخدم was were being. It was only when I had looked at the mobile I realized that it was a valuable. It was only when بعدها ماضي تام وبعدين حدث تاني ماضي بسيط، يبقى المفروض نختار نستخدم realized فجاب لك realized مش دي المشكلة. It was only when ربط معاها كلمة that، لكن no sooner hardly و scarcely، no sooner معاها than و hardly و scarcely معاهم when. As soon as I saw، as soon as بعدها ماضي بسيط، الناحية التانية لازم برضو زمان ماضي بس نترجم، بمجرد ما شفت الحادثة أنا اتصلت، يبقى الاتصال حدث تاني يبقى I phoned. I returned the book to the library انا رجعت الكتاب للمكتبه لما انا قراته، قراته الاول وبعدين رجعته، يبقى القراءه دي حاسس اولاني ماي تام. There are always economic crises wars دايما في ازمات اقتصاديه اثناء الحرب، يبقى during، wars اسم اصلا. I tell my friend arrives دي مضارع حلو، يبقى لازم tell until قبلهم يكون في مضارع مباشرة أو مستقبل، يبقى مضارع مستقبل، فأنت بتقول أنا إلا لما صديقي يوصل علشان نروح النادي مع بعض، يبقى أنا سوف لا أغادر، يبقى I won't leave. While not for the school bus أثناء الانتظار، يبقى while waiting اللي هي رقم دي لأن مفيش فاعل. I no longer play tennis أنا ما عدتش بلعب تنس as I used to أو used
تو دو، واحده من الاثنين دول، او يوزد تو دو. ركز، بقول لك انا ما عدتش بلعب تنس كما انا كنت معتادا، او كنت معتادا ان افعل. خلصنا كده كميه اسئله، انا حاولت اجري على قد ما اقدر فيهم، ما كنتش يعني بقف كتير عن كل جمله، وبرده الفيديو 45 دقيقه. ربنا يعينكم يا رب ويقدركم، اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.